غادي نشوفوا فقرة نستافدوا جميع ونصيحة جديدة في عالم التغذية أو في مجال التغذية. احنا مازالين في الأيام المخصصة للتغذية وأهمية شرب الماء. نتابعوها ونرجعوا نستقبلوا ضيفنا فقرة معنا شرب. اليوم جيت باش نتكلم لكم على واحد الموضوع مهم بزاف في رمضان اللي كينساو بزاف الناس، هو شرب الماء. تقريبا كنصومو 15 ساعة في اليوم ديالنا، يعني خاصنا من الضروري نحاولو نعوضو الجسم الاحتياجات ديالو الماء. اول حاجة يعني شرب الماء بالنسبة اللي تكون كافية، نحاولو نقسمو هذاك الشرب، يعني ماشي نشربو كلشي في مرة واحدة. نحاولو نجنبو المشروبات اللي فيها الكافيين بزاف، يعني بحال الشاي والقهوة والمشروبات الغازية بالكولا، لانها عند يعني بعض الناس كتزيد التبول، دونك كتزيد لنا بعض ديزيدغاتاسيون. والحاجه المهمه الاخيره هو تناول الخضر والفواكه، سورتو اللي كيكونوا غنيين بالماء، يعني بحال الطماطم، بحال الخيار، بحال الفواكه البرتقال، بحال الخوخ، البطيخ. هادشي كله يساعدنا باش ناخذوا الاحتياجات ديالنا الكافيه. على مدى الكريم،